سعيدة بوجودي في جامعة المنصورة النهاردة، وسعيدة بدعوة كلية التمريض ودكتورة أمينة، لأن التمريض في حياتي له مكانة خاصة، سواء حياتي الخاصة أو حياتي العامة. ربنا يديهم كل الصحة يا رب. اللي كنت بقوله النهاردة في المحاضرة هو يعني إيه كلمة ثورة، والثورة اللي احنا محتاجينها. احنا محتاجين كل واحد فينا يقول انا هبقى ايه في 2030. كنت بعرض فيلم عن الثورة الصناعية الرابعة، العالم رايح لفين، بيفكر ازاي، وصل لايه، مرعوب من التقدم التكنولوجي، بيقول ان التقدم ده هيغيرنا كلنا، مش هيدينا بس رفاهية، هيغير ملامح العالم، هيغير ملامح الاقتصاد، هيغير ملامح الانتاج الصناعي والزراعي والمهارات والشغل والتوظيف والطب. احنا فين من كل ده؟ كل واحد فينا النهاردة، بلاش انا علشان انا امبارح، لكن كل واحد من الشباب النهاردة لازم يقعد طول الوقت قصاد نفسه ويقول أنا هبقى إيه كمان سنتين ثلاثة، هبقى إيه كمان 10 سنين، هبقى إيه كمان 15 سنة. أنتوا لازم تخططوا صح من واقع العالم، مش من واقع المحيط اللي أنتوا عايشين فيه، لأن مصر بتتغير. يعني إذا كانت الدولة النهاردة هي اللي بتعمل المشروعات الكبيرة، هي اللي بتعمل العاصمة الإدارية الجديدة بالمعلومات والتقنية الجديدة، هي اللي بتستخدم التكنولوجيا ومصرة عليها، هي اللي بتعمل حاجة اسمها التوظيف المالي، وهي اللي بتعمل الطاقة بالطاقة الشمسية في إمبان، هي اللي بتعمل الطرق، هي اللي بتعمل قاعدة البيانات. إذن الدولة هي مدركة لكيفية إدارة العالم على المستوى العالمي في 10 سنين الجايين، وعايزة كمان تطلع بناسها لقدام. أيوة إحنا ربنا سترها معانا في السنين اللي فاتت، أيوة إحنا سعينا إن إحنا نحمي بلادنا، لكن الحماية كمان هي حماية معرفة. إذا كانت القوات المسلحة مسؤولة عن حماية الأرض والمؤسسات والمواطن والمصير، فالمواطن مسؤول عن حماية المستقبل بالمعرفة.